أحميته. Thank you. تعيش وترنم. كتر خيرك يا دكتورة مريم، شكرا خالص، ربنا يخليك تعيش وتختمي. مرسي يا أكثر من تعيش. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة طيبين. طبعا احنا كل أسبوع من أسابيع الخمسين المقدسة لي رسالة معينة لنا كلنا، مش كل الأسابيع زي بعضها. فحاجة جميلة جدا إن احنا كل يوم بنعرف إيه اللي ربنا عاوزنا نتمتع بيه في الخمسين. الخمسين المقدسة دول مش عشان الأكل والشرب والفسح، لكن عشان نتمتع بالقيامة ونتمتع بحاجة جديدة في حياتنا. فكان قد سابونا بشوي كامل، وأعتقد اتكلمنا في الحكاية دي قبل كده، إن كان كتب كتاب عن أسابيع تأملات في أسابيع الخمسين المقدسة، وشبه الأسابيع دي برحلتنا نحو السماء، نحو أرض الميعاد اللي ربنا وعدنا بيها، السماء، نعيش في السماء للأبد، زي بالظبط ما كان بني إسرائيل موجودين في برية سيناء وفي اتجاههم لأرض الموعد أورشليم الأرضية اللي اتمتعوا فيها أرضا تفيض لبنا وعسلا. فرحلة بني إسرائيل في أرض سيناء شبهها أتسابونا برحلتنا نحو مصيرنا الأبدي في السماء. فقال إن الأمر الهام جدا للشعب في البرية هو عمود النار. طبعا زي ما قلنا في الأسابيع اللي قبل كده، كان احتياج بني إسرائيل في أرض سيناء احتياج لحاجات معينة علشان يقدروا يوصلوا لأرض الميعاد. فأول حاجة احتاجوها الإيمان، إن هم عايزين يكون عندهم إيمان إن القفر العظيم ده هيقدروا يجتازوه ويوصلوا لأرض الميعاد. طبعا دي حاجة لا تصدق بسهولة، فكانوا محتاجين الإيمان. وبعد كده احتاجوا المن من السماء عشان ياكلوا خبز الحياة. طبعا الإيمان ده كان الأسبوع الأولاني، الخبز الحياة ده الأسبوع الثاني، وبعدين الأسبوع اللي فات كان ماء الحياة، ربنا جاب لهم مية من صخرة، خبلة صخرة لما تتضرب بالعصاية تطلع لهم مية ويشربوا كلهم. والأسبوع الرابع اللي هو اللي احنا فيه دون هو أسبوع نور الحياة، عشان كده في قداس الاحد اللي هو جاي دون يقول لك ايه، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. انا قد جئت نورا للعالم، نورا الى العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلم. فالنور دون كان مهم جدا لشعب بني اسرائيل في ارض سيناء البريه المظلمه القاحله. يعني تخيل اللي هون صحراء والليل ليل عليها ظلمة جدا، ولو ما فيش لا قمر ولا نجوم تلاقي الواحد مش قادر يشوف ايديه. فكان لازم يكون في نور، عمود من النور يضيء لهم الطريق وهم ماشيين وهم قاعدين في الخيم بتاعتهم. وكان في وسط كل الخيم، وكان الناس مستمتعه جدا بوجود النور اللي موجود في وسطهم. ده بيدل ان ايه؟ إن كل الأمم اللي حواليهم كانوا في ظلام، هم الوحيدين اللي كان عندهم النور. لأن شعب بني إسرائيل ما يميزهم عن الأمم إن هم كان عندهم الوعود، وكان عندهم الأنبياء، وكان عندهم الشرائع، وكان عندهم الذبائح، وكان عندهم النبوات عن مجيء المخلص. فكان عندهم النور، لكن كل الأمم ما كانش عندهم النور ده. إحنا برضو المسيح جاء إلى العالم، أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. يبقى في عالم حوالينا عندهم ظلمة. ليه؟ لأن هم ليس عندهم إيمان بالمسيح. لكن إحنا كمسيحيين عندنا نور، كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. إحنا عندنا نور جوانا. لكن هنشوف دلوقتي النور ده بيعمل إيه؟ النور بيبدد الظلام. إحنا رايحين للسماء، والسماء دي ما فيهاش ضلمة خالص، والطريق للسماء كله نور. فالنور يؤدي إلى النور، النور هو طريق الحياة الأبدية اللي هي مليانة نور.
زي ما قال في سفر الرؤيا، لا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى الآبدين. حاجة جميلة جدا، تخيل كده هو إن إحنا في السماء مفيش ليل، مفيش ظلمة، مفيش شمس هتغيب ولا ليل هيجي، ولا بقى يعني كآبة الليل، مفيش الحاجات دي كلها، كله نور على طول، بهجة وفرح وطمأنينة وسعادة أبدية في وجودنا حوالين المسيح الذي هو النور الحقيقي. الرب الإله ينير عليهم، هم سيملكون إلى أبد الآبدين. فأبونا بشوي كامل قال لك إن إحنا عشان نسير بقى تجاه النور دون، لازم نسلك في النور، لازم نعيش القيامة اللي هي مسيرة في النور. لك إيه؟ القيامة هي مسيرة في النور، لأن الذي يسير في الظلام يعثر ويسقط ويموت، ومش هيوصل لإيه؟ للنور الأبدي. يا إخوتي، يجب أن نعيش هذا الأسبوع في بركات النور، نور الإنجيل، نور الروح القدس، نور الكنيسة وتعليمها. يبقى دي حاجات واحد ممكن يركز فيها وأنا أركز فيها. إيه هل ما مدى علاقتك بالإنجيل؟ ما مدى علاقتك بعمل الروح القدس جواك في سر الاعتراف في التوبة؟ ما مدى علاقتك بالكنيسة وتعليمها والوصايا بتاعت الكنيسة؟ هل احنا ملتزمين بيها؟ هل احنا عايشين في نور الكنيسة وتعليمها؟ فلنحذر من التخبط في ظلمات تيارات العالم الفكرية وانحرافاته الشهوانية واهتمامه باللبس. فلنحذر من اهتمامات الجسد والنفاق والمداهنة والمراوغة والحقد والكراهية، لنسر في نور الحب الإلهي والبساطة. هذا هو اختبار القيامة في هذا الأسبوع. الحاجات دي كلها على فكرة حاجات خفية، اختيارات خفية. احنا وانا وانت وانت عاوز تعيش في النور، ده حاجة بقى هي بقى بينك وبين ربنا. حتى مش هتهتم بقى بالايه، بالاهتمامات الجسد، وانك انت تنافق الناس ولا تحقد على الناس ولا تكره الناس، كل اعمال ظلمة داخلية يمكن ما حدش حاسس بيها، لكن الحاجات دي كلها تمنع الانسان ان هو يدخل الى النور الابدي. تمام. ثلاث حاجات هنتكلم فيهم بسرعة بناء على قرايات اليوم الثلاث اللي هو النهاردة. القرايات بتاعت النهاردة تبين لنا ما هي فوائد النور، إن احنا نكون متمتعين بالنور في حياتنا، نور المسيح. أول حاجة، النور يبدد ظلمة الخوف والقلق. حتى كده بقى لك العيال الصغيرة تخاف من الظلم. لما واحد يكون ماشي في شارع ضلمه كده ومفيش نور فيه خالص، يبقى فيه ايه؟ عنده نوع من انواع الخوف والقلق. فالنور يبدد ظلمه الخوف والقلق. كلمه قالها احد الاباء، قال لك ايه؟ المسيح كلمه الله هو نور الحياه. وجود هذا النور العظيم في حياتنا يجعلنا نطمئن مهما كان الوقت مساء، ومهما كان الظلام حالك، ينير بوجهه علينا فيصير هدوء عظيم. القصة بتاعت اللي اتذكرت في إنجيل العشية، عشية النهاردة، القصة بتاعت إيه؟ وجود التلاميذ في المركب، والمركب كانت إيه؟ كانت وسط الظلمة. يقولك قال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر. المسيح بيقول لك وبيقول لي نحن لازم هنجتاز في الحياة، وهذه الحياة لا تخلو من المساء. خلي بالك بقى إن المساء ده موجود طالما احنا عايشين على الارض، لكن في السماء مفيش مساء، في السماء مفيش ظلام، لكن في الحياه بتاعتنا على الارض في اوقات مظلمه وكلنا بنمر فيها. فصرفوا الجمع واخذوه كما كان في السفينه، وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره. ايه اللي حصل بقى في الظلمه دي؟ حدث نوء ريح عظيم، فكانت الامواج تضرب الى السفينه حتى صارت تمتلئ. خلي بالك ان ممكن النوء الريح العظيم والامواج دي بتضرب كل واحد فينا، وتضرب كل بيت، وبتضرب كل يعني استقرار، بتضرب الشياطين بيضربوا، والظروف الخارجيه بتضرب، والامراض بتضرب، ومشاكل بكل انواعها بتضرب. نوء عظيم وريح عظيم والامواج بتضرب، بتخلي السفينه تطلع وتنزل، ويبقى فيه خوف، حتى صارت تمتلئ. الامتلاء
من الخوف والامتلاء مثلا من الخطايا الوحشة، والامتلاء من القلق على المستقبل، والامتلاء من عدم وجود احتياجات معينة في حياتك وفي حياتي، حتى صارت تمتلئ امتلاء من الهموم والقلق، وكان هو المؤخر على وسادة دائما. دي بقى المشكلة، مشكلة ان في ظلمة وكل حاجة، لكن النور ما كانش موجود في المقدمة، النور كان موجود فين؟ في المؤخر بتاع السفينة على وسادة نائمة. انت لما تيجي تمشي بعربية لازم النور وانت في الاتجاه اللي انت ماشي فيه لازم يكون نور في وش العربية، يكون نور في مقدمة العربية، عشان وانت ماشي يبقى النور قدامك يوضح لك السكة. لكن هتحط النور ورا مفيش نور قدام خالص، هيبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تشتت ولخبطة ويمكن في حوادث. فالمشكلة إن كان المسيح في المؤخرة. أيقظوه وقال له: يا معلم، أما يهمك إننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. خلي بالك إن إحنا بنمر بهذه المخاوف في حياتنا كلنا. واحد تجيله مشكلة في شغله، تجيله مشكلة في عياله، تجي له مشكلة في الخدمة بتاعته، تجي له مشكلة في الناس اللي حواليه، أحبائه، أي نوع من أنواع المشاكل. طيب الإنسان، في واحد فينا يجتاز المشاكل دي وهو مطمئن، لأن إيه؟ لأن هو حاسس إن إيه، الدنيا منورة قدامه. لكن واحد حاسس إن مش عارف يعمل إيه، وخايف، ويا ترى بكرة هيحصل إيه، ويا ترى الموضوع ده هيرسي على إيه في الآخر. في واحد مطمئن وواحد غير مطمئن. الفرق بين الاثنين ان المطمئن ده حاطط النور قدامه. يعني ايه؟ يعني مخلي ربنا في المقدمه، مخليه في مقدمه اليوم بتاعه. انت بتبدا اليوم بتاعك ازاي؟ هل بتبداه انك تنزل تاكل او تنزل تقرا حاجه او تمسك التليفون، ولا واحد يقوم من على السرير يقوم ويحط النور في مقدمه السفينه، يقف ويقول صلاه باكر. صلاة باكر دي الصلاة بيقول فيها: أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي العالم. بس صلاة باكر دي بتفكرنا بالقيامة، أو بتخلينا نحس بمناسبة القيامة ووجود النور، وإن إحنا مستبشرين خير، إن النور موجود معانا، موجود في مقدمة السفينة. في قلق وفي خوف وفي ضلمه وفي حاجات كلنا هنكتزها، لكن الشاطر اللي فينا ايه؟ يحط النور ده قدامه. عشان كده المزمور يقول لك ايه؟ ليتحنن الله علينا ويباركنا، ينر وجهه علينا، لكي يعرف في الارض طريقه وفي كل الامم خلاص. يعني ايه؟ ينير وجهه علينا. انت لما تقف تصلي صلاه باكر، ربنا بينير وجهه عليك ويخليه عندك طمأنينة وهدوء. دي أول حاجة، النور يبدد ظلمة الخوف والقلق. أوعى تبدأ اليوم بتاعك، أوعى تبدأ الخدمة بتاعتك، أوعى تبدأ الشغل بتاعك، أوعى تبدأ أي محادثة إلا ما تحط النور في وش السفينة، وتقول صلاة قصيرة أو ترشم الصليب قبل ما تعمل أي حاجة، يبقى حطيت النور ولا يمكن تخاف. تاني حاجة، نور المسيح يدخل قلوبنا ويطهرها من كل نجاسة. خلي بالك النور دون جبار جدا، يعني يخش في أي مكان ولا يتأثر. يعني النور يدخل في أماكن مظلمة، أماكن قذرة، أماكن فيها جراثيم، أماكن فيها كل حاجة نكسة، يطهر وينور. النور دون فيه طاقة، يطهر وينقي، لكن هو لا يتأثر. ودي معجزة بتاعت شفاء الأبرص. لمسه النور الحقيقي، طهر الأبرص ولم يتأثر النور الحقيقي. إنجيل باكر من مرقس إصحاح 1 يقول لك إيه؟ فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، اطهر. فالوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهرا. يبقى دي حاجة جميلة جدا انت فكر فيها. قلبك وقلبي وقلبك مليان من نجاسة، مليان من افكار مش كويسة،
مليان من محبة للفلوس، محبة للجسد، محبة للنجاسة من أي نوع. قلوبنا فيها نجاسات، والأبرز ده لو لمس حد يخليه يتعدي. يعني الأبرز ده لو، عشان كده الناس كلها تبعد عن الأبرز ده. كان في البورص دول يعيشوا في حتة مخصوصة ليهم، محدش يقدر إن هو يقرب منهم إلا يعتبر هو كمان إيه، نجس. يعني الأبرز ده لو لمس واحد ينجسه على طول، فكانوا منبوذين جدا. والبرز ده على فكرة كمان كان أحيانا بيكون عقاب من ربنا على خطايا، زي مثلا جحزي تلميذ أليشع جاله برص لأن هو كذب، مريم أخت هارون وموسى النبي تذمرت على موسى النبي فإيه جالها برص. فالناس كتيرة بيبقى جيلها البرص دون علشان خطية. فطبعا الناس دول بيكونوا منبوذين، لأن هم أولا ممكن يعدوا، وثانيا بيكونوا معروف إنهم ممكن يكونوا عاملين خطايا وبرص جالهم البرص بسببها. المسيح له المجد جاء، وطبعا الراجل ده عمل عملة كويسة جدا. عمل ايه؟ قالك ايه؟ اتى اليه ابرص يطلب اليه جاثيا. انا وانت لما تحس بنجاسة في قلبك اطلب اليه جاثيا. يا ريت الواحد يحس ان هو نجس، ويا ريت يحس ان هو عنده افكار وعنده مشاعر وعنده رغبات وعنده ميول غير نقية وناجسة. لما الواحد يعرف كده هو يبقى يا بخت هذا الإنسان. لما كل ما الواحد يحس بالنجاسة بتاعته يطلب إليه كثيرا. لكن واحد حس إن هو كويس وهو خادم في الكنيسة وهو منظره وشكله وكل حاجة، لا يمكن هيطلب من المسيح كثيرا. لا يمكن هيحس بالضعف الشديد، الضعف البشري الشديد. فدي حاجة جميلة جدا ممكن نعملها علشان نور المسيح يدخل ويطهر، يطهر من كل نجاسة. أول حاجة تطلب إليه جاتين، اتضاع وصلاة بانسحاق وعارف إنك أنت إنسان ضعيف. تاني حاجة إن أردت تقدر أن تطهرنا، ده ثقة، عنده ثقة كبيرة جدا في قدرة المسيح. قال لك لو أنت عاوز يا رب هتقدر هتطهرني، هتقدر تطهرني. طب إزاي ده؟ أنت يعني البرص ده حاجة يعني ما هيش سهلة، ده في أطراف بتبقى ساعات بتقع من كتر المرض ده، مرض وحش جدا جدا. لكن هو واثق في قدرة المسيح الجبارة جدا ان هو ينقي القلب النجيس، ينقي المشاعر النجيسة. الواحد يقف قدام ربنا ويقول لي طهرني من البرص بتاعي، طهرنا من النجاسة. نور المسيح يدخل وتلاقي نفسك كده هو كرهت الحاجات اللي انت متعلق بيها، كرهت الحاجات اللي انت بتفكر فيها، كرهت الحاجات اللي انت بتعملها مرارا وتكرارا. للوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهره. يبقى نور المسيح ده تاني حاجة او تاني ميزة لي نستمتع بفايدتها في هذا الاسبوع، ان هو يطهر من النجاسة. تمام؟ اول حاجة بيزيل الخوف والقلق، تاني حاجة يطهر من النجاسة، اخر حاجة نور المسيح يدخل قلوبنا ويدفئها بالحب تجاه الآخرين مهما كانوا. في رسالة الكاثوليكون بتاعت النهاردة يقول لك إيه؟ نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ لأننا نحب الإخوة. شوف يعني إيه اللي يعرف الإنسان إن هو انتقل من الموت إلى الحياة؟ إن هو عايش القيامة، عايش نور القيامة، إن هو إيه؟ يحب الإخوة. لما النور ده يدخل جوه الإنسان تلاقي في كراهية عندك تجاه شخص أو تجاه أشخاص، عندك عدم قبول، عندك حقد، عندك غيرة، عندك عدم ارتياح للناس مهما كانوا. يبقى أعرف إن الواحد لسه ما دخلش النور جواه، ما أدفقش قلبه النور. النور ده يخليك تحس كم أنت محبوب عند المسيح مهما كانت خطاياك، وبالتالي هتلاقي نفسك بتحب الآخرين مهما كانت خطاياهم. نقولها تاني دي، النور المسيح لما يدخل قلبك هتلاقي نفسك ايه، تحس انك انت محبوب عند المسيح مهما كانت الوحاشة بتاعتك وبتاعتي وكلنا. وبالتالي يعني كنتيجة
للإحساس دوت هتلاقي نفسك بتحب الآخرين مهما كانت الوحاشة بتاعتهم. أكبر عدو للمسيحيين في عصر الرسل كان شاول الطرسوسي. ده الراجل دوت كان بيجرجر رجال ونساء إلى السجن، وياما خلى نساء يبقوا أرامل، وياما خلى أطفال يكونوا أرامل، واستشهد على يعني بسببه ناس كتيرة جدا، وأولهم طبعا القديس العظيم استفانوس، أول الشهداء ورئيس الشمامسة. لكن الراجل ده كان يكره المسيح جدا، يكره يسوع. هو بيحب ربنا لكن بيكره يسوع، يكره يسوع جدا، يضطهده، ويعني مش عاوز الاسم المسيح ده ينتشر بأي طريقة. فالمسيح وراله قال لك انت مهما شوف انت بتعمل ايه وانا هعمل معاك ايه، انا ممكن كنت افنيك. يعني المسيح له المجد، كان ممكن شاول ده يعني ينتهي يختفي من على الارض خالص يعني مرض صغير المسيح يبعته لشاول ده كان يموت فيها وكان ينتهي خالص. لكن المسيح جاله في زيارة مخصوصة، وإيه في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله إيه نور من السماء. خلي بالك من النور دي، نور من السماء. إيه اللي عمل النور ده؟ خلى شاول ده يسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أنت ليه بتكرهني؟ أنا عملت معاك إيه؟ أنا زعلتك في إيه؟ أنا أذيتك في إيه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قالها له بكل حب، بعتاب رقيق جدا جدا: النور الذي أبرق حوله من السماء، نور المسيح. دخل النور دون ولمس قلبه، وعرف ان هو كان بيضطهد ملك الملوك ورب الأرباب، كان بيضطهد يهوى بنفسه اللي هو كان فاكر ان هو بيحبه لكنه ما كان بيحبه بطريقة غلط. فلما حس شاول بمحبة ربنا الشديدة ليه، هو نفسه كمان يعني دلدأ المحبة دي في العالم كله، كل الأمم، بقى رسول الأمم، كل أوروبا دي استنارت بنور المسيح عن طريق بولس الرسول اللي كان شاول الطرسوسي. طبعا لمس برضو المحبة من تلاميذ المسيح، تلميذ حنانيا. حنانيا ده كان عارف ان هو كان شاول ده كان مفتري وكان صعب جدا، لكن المسيح قال له ايه؟ قال له هو هيكون إناء مختار ليا. فبيقولك وضع عليه يده وقال له: أيها الأخ شاول، الأخ، طبعا هو كان عدو كبير جدا، لكن قال له: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع. فالذي يستمتع بنور المسيح اللي جوه قلبه ويعرف إزاي المسيح بيحبك رغم كل اللي بتعمله، وفكر في اللي أنت بتعمله، وفكر في اللي أنت بتعصي أوامر ربنا كل يوم وفي كل ساعة وفي كل دقيقة بنعصي أوامر ربنا، ورغم ذلك ربنا بيدينا خير كتير جدا كل يوم، وبيدينا حاجات احنا لا نستحقها. كلنا عارفين كده كويس جدا ان احنا بناخد كل يوم حاجات لا نستحقها، وده اعتراف كلنا لازم يكون واضح جدا قدامنا. طب بيديك ليه؟ انت لا تستحق، لانك انت وانا لا استحق، ان احنا خطاة. يحبنا هكذا احب الله العالم، يحبنا من غير سبب كده. فإحنا حاجة بسيطة جدا في المقابل، إحنا نحب إخواتنا مهما كانوا، مهما كانوا. نور المسيح دون لما يدخل القلوب، قلب الإنسان، يغرقها بالمحبة تجاه ربنا وتجاه الآخرين أيضا. ربنا يعطينا إن إحنا نسلك في النور، وفي هذا الأسبوع يبدد الخوف من قلوبنا، يبدد النجاسة والخطية، ويبدد أيضا كل كراهية وكل بغضة تجاه الآخرين. ربنا المجد الدائم أبديا، آمين. تفضل يا جون. أوكي، شكرا. احنا بعد إذنكم، بعد جون، بعد ما نصلي، اللي عنده سؤال في اللي احنا في الموضوع ده، يعني ممكن يسأله، يعني بعد ما نصلي الصلاة الأخيرة، يعني تفضل يا جون. شكرا. اوكي، نصلي مع بعض او نرتل مع بعض ابصليه واطس على المجمع المقدس في ايام الخمسين من تسبيحة نصف الليل.
رتلوا للرب بفهمنا الذي جاء وخلصنا ومات لأجل